النادي الاهلي في قراراته اللي خدها الفتره اللي فاتت، انا مش هتكلم عليها، انا بتكلم بس في الحدود. انا شايف ان القرارات كانت بتدعم اتحاد الكوره دعم كامل. انت اديتنا جدول وعدلته وقلت خلاص يا جماعه احنا نمشي كذا وكذا وكذا. لما انا اطلع اقول ان انا بحافظ على قرارات حضرتك، شفتها ازاي؟ بطلع اقول ان انا ملتزم بقرارات حضرتك، شفتها ازاي؟ نقفل الصفحه دي لغايه لما اتحاد الكوره يبعت رسميا للنادي الاهلي باللي هو عايزه، والنادي الاهلي اكيد هيتخذ القرار المناسب للنادي الاهلي وللرياضه المصريه اللي اكد عليها في بيانه وقال بالظبط من اجل المصلحه العليا للبلاد. والنادي الاهلي خير من مثل مصر في كل حاجه، في كل حاجه، في بطولات، في شخصيات، شخصيات النادي الاهلي. اي شخصيه النادي الاهلي طلعت اي بعثه كان سفير لمصر، ما كانش بيمثل النادي الاهلي بس، هو عارف كده، هو عارف ان هو مش طالع مثلا النادي الاهلي، لان النادي الاهلي خلاص تعدى حدود النادي الاهلي بكتير جدا. النادي الاهلي بقى خلاص يعني النادي الاهلي بقى ممثل فعلا لمصر في اي مكان بيروح، مش نادي. النادي الاهلي ما بقاش نادي، النادي الاهلي بقى رمز وقيمه كبيره لمصر. النادي الاهلي لما تطلع اي مكان بره قول له النادي الاهلي هيعرفك من خلال النادي الاهلي. طبعا بلدنا طبعا العظيمه مصر في المقام الاول والاخير، وده اللي احنا بنحافظ عليه كلنا كناس انتمينا النادي الاهلي وكناس محبين جدا لمصر وللاراده المصريه، وبنحافظ عليها على قد ما بنقدر. فعشان كده بقول ان انا حافظت على كل حاجه، انا كاهلي حافظنا على كل حاجه، ما طلعناش عن اللياقه العامه خالص خالص، عمرنا ما تطولنا. حتى في كل الاوقات اللي اتضغط علينا فيها بكل السبل بكل السبل، وحضراتكم عشتوا وشفتوا معانا، النادي الاهلي كان محافظ على نفسه قوي وكان ملتزم كل حاجه تتخيلوها، مع ان مفيش حد يقدر يعمل كده غير الاهلاويه بس، غير المنظومه دي بس. في عز ما انا مضغوط عليا، في عز ما انا يعني محطوط في دايره مش عارف اسهم في كل حته فيا، لكن انا محافظ على اسمي وشكلي وجماهيري، والناس عرفت في الاخر قد ايه النادي الاهلي بيحافظ على اسمه وشكله وجماهيره وبيحافظ على اسم مصر كمان. ما هو الكلام ده كله بيصب في الاخر ان احنا في بلد اسمها مصر، بعكس ناس تانية خالص بقى. سمعنا كل اساليب الشتيمه اللي في الدنيا، حاجه تجننك بصراحه، حاجه تجننك. وفي الاخر يبقى انا مش فاهمها، انا مش فاهمها بصراحه. لكن انا نقفل القصه دي، اللي انا متخوف منه انا شخصيا، انا شخصيا متخوف منه ان ولادنا يطلعوا يا جماعه، ولادنا كلنا يطلعوا شايفين الشتيمة وشايفين الصوت العالي يفتكروا ان ده هو الاسلوب ان هو يجيب حقه بيه. انتوا مش متخيلين، انتوا مش ما بتفكروش في القصة دي ازاي، مش عارفين ان احنا ممكن نوصل لدرجة ان ولادنا لما بيلاقوا شتيمة وصوت عالي وقلة ادب يفتكروا ان هو ده الاسلوب اللي يجيب حقهم. مش متخيلين ان ولادنا يفتكروا ان الفلوس بتشتري اي حد وكل حد. لازم نفكر في الحتة دي، لازم بجد نفكر في الحته دي. والناس المسؤوله في كل مكان، انا بتكلم في العموم على فكره، الناس المسؤوله في كل مكان، مش عايز ادخل الحلقه في حته دينيه، لكن في ايه قرانيه بيقولوا الذين ان مكناهم في الارض، سبحان الله، يعني الذين ان مكناهم في الارض لاخر الايه، حضراتكم اعملوا سيرش كده اقروا ايه الذين ان مكناهم في الارض. مسؤوليه كبيره جدا جدا يا جماعه علينا كلنا، مش عايزين ولادنا يطلعوا تاني، ولادنا يطلعوا يفتكروا ان الحقوق بتيجي بالصوت العالي والشتيمه وقله الادب. مش عايزين ولادنا يطلعوا يقولوا ان الفلوس بتشتري كل حد وبيشتروا اي حاجه. يا ريت يا ريت.